أهلا بكم. شهدت منطقة تمنصورة بضواحي مراكش حدثا كبيرا ومثيرا للجدل، يتمثل في تعرض شخص للسرقة ولم يكن الفاعل سوى ابنته القاصر، في حين فاق المبلغ المسروق 20 مليون سنتيم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاثنين الماضي، حيث تقول مصادر محلية أن الأب اقترض مبلغا قيمته 23 مليون سنتيم من أجل اقتناء سيارة نفعية ليشتغل بها، ووضع المبلغ الكبير في دولاب الملابس وذهب لصلاة العصر. واستغلت الفتاة البالغة من العمر 16 سنة غياب أبيها لتستولي على المبلغ وتهرب من المنزل، وبعد عودة الأب اكتشف غياب ابنته وكذلك المبلغ المقترض، ليقوم بتبليغ عناصر الدرك الملكي بتمنصورة باختفاء ابنته والمبلغ. وبعد تحرياتها تمكنت فرقة الدرك الملكي من معرفة مكان تواجد البنت القاصر، حيث وبتنسيق مع أمن أكادير تم توقيف الفتاة السارقة رفقة ثلاث صديقات لها بفندق مصنف بعاصمة سوس، كما تم حجز مبلغ 19 مليون المتبقي من المبلغ المسروق. وتم ترحيل الفتيات صوب تمنصورة ووضعهن تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهن في انتظار عرضهن على النيابة العامة ومتابعتهن بالمنسوب إليهن من أفعال المشاهدين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.